حببت أن أحييكم جميعا لهذا الجمع الطيب، فأني سعيد ممتن للقاء بكم. اسمي عبد الباسط سعد الله، أنا ليبي الجنسية، في ليبيا، أنا في ليبيا واجهتني عدة مشاكل وعدة صعوبات في كيفية التواصل، في كيفية معرفة شن هي الانتخابات، شن هي البرامج، فأنا كنت يعني بشكل يكاد أكون منعزل عن العالم، لأني ما عنديش لغة التواصل بيني وبينهم. فنحن في ليبيا الصم بالذات يعني فئة مهمشة، تكاد تكون مهمشة، لأن ما عندناش لا اتصال لا بالخارج ولا بالداخل، ولا يعني الصم كإعاقة وخلاص، يعني قدر الله. نتمنى نتطور، نتمنى نتثقف، نتمنى نتوعى بكل شيء. سعداء جدا ان احنا خدينا الكم الهائل في خلال 5 أو 4 أيام، خدينا كم هائل، ونتمنى ما يوقفش عند هذا الحد، نتمنى في تطوير وفي تعليم لنا اكثر واكثر. ففكره الانتخابات فكره جديده، صر على الصم وتقولهم لازم تثقفوا نفسكم، لازم تطوروا، لازم تفهموا بشكل وتسالوا، لان البرنامج كبير وبرنامج قيم. وشكرا جميعا، بارك الله.